يعني بطل منتخب مصر طبعا في 90 90 طبعا. كابتن اسامه زك، اهلا وسهلا استاذ عمرو، واهلا وسهلا بضيوفك وبالساده المشاهدين. اهلا وسهلا. عايز اسالك سؤال واضح جدا، كيف تقيم اداء المنتخب في مونديال 2018 مقارنه بادائه في 1990؟ كيف تقيم اداء اتحاد الكوره في 2018 مقارنه بمونديال 1990؟ اتفضل يا فندم. لا مفيش شك ان الاداء طبعا كان مخيب لامال الشعب المصري والجماهير الكره المصريه. مفيش شك انه حاجه كويسه ان احنا وصلنا كاس عالم بعد غياب 28 سنه، وتحسب لمستر كوبر والجهاز المعاون ليه يعني. ولكن الاداء بصراحه كان في الثلاث ماتشات اداء متواضع جدا، مش على مستوى مفروض الفرقه اللي موجوده يعني، خاصه في مباراه السعوديه الاخيره اللي كان الواحد يعني ايه ملاحظاتك كابتن اسامه على ماتش امبارح وبين الكره السعوديه؟ ومع احترامي الكامل ليهم وهم يستحقوا الماتش وكسبوا عن جداره، لانه كانوا متفوقين في كل عناصر اللعبه، بدنيا خططيا ذهنيا اقوى في كل حاجه في المباراه، وكانوا يستحقوا الفوز يعني. فالاداء طبعا في الثلاث مباريات كان اقل من المستوى المطلوب. يعني نسبيا في ماتش اورجواي بعض الفترات كان معقول الاداء، في ماتش روسيا جزء بسيط من المباراه برضو كان الاداء فيها كويس، لكن كان غريب انه بيحصل انهيار بدني بشكل ملحوظ جدا جدا في اوقات كتيره في المباريات. طبيعه الحال انك بتلعب بشكل معين، انت بتلعب بتحفظ دفاعي ثم بتلعب على هجمات مرتده، ما كانتش واضحه الا غير في فترات قليله جدا، وفي غياب محمد صلاح بيبقى التاثير الهجومي ضعيف جدا جدا يعني. مالكش تاثير هجومي على اي فرقه بتلعب ضدها اذا ما كانش محمد صلاح موجود، بتبقى الخطوره قليله قوي. سنة 90 الامور يمكن مختلفة عن شاذلية يعني. كلمني كابتن جوهري الله يرحمه، كابتن اسامة، كابتن جوهري كان كابتن محمود، كابتن اسامة ايوه اتفضل، كان الله يرحمه كان راجل ادارجي قبل ما يكون مدير فني. يعني كان ادارجي قبل ما يكون مدير فني، كان بياخد باله من كل شيء تتخيله، سواء بالنسبة لمعسكر، سواء بالنسبة لتحضيرات، سواء بالنسبة لاقامتنا في المعسكرات. كان يعني متحكم في 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 خط سير اللعيبه بشكل واضح في المعسكرات بطريقه كبيره جدا. اذا حصل انه بعض الحاجات اللي احنا سمعنا عنها، طبعا لما يجوا بتوع الاتحاد هم يقدروا اكتر ناس يجاوبوا على المواضيع دي، صحيح. يعني ما اقدرش اظلم حد من غير ما يكون في وقائع يعني. انه كان في يعني هيفه شويه في المعسكر، طبعا ده ما يجوز، لانه انت بتتكلم في بطوله كاس عالم او اي بطوله حتى، لابد يكون في انضباط كبير جدا، لابد ان اللعيبه تكون في مكان مخصص ليهم لوحدهم، لابد اللقاءات تبقى بحساب جدا، ما تبقاش يعني في اي وقت. حتى بالنسبه للاعلاميين اللي هم يخصوا اللعبه، اللي هم الاعلاميين الكرويين يعني، بيبقى في لقاءات بحساب، سواء في لقاء مع لعيب او لقاء مع مدير فني او حتى حضور التدريب. لكن فالكابتن جوهري طبعا كان بياخد باله جدا من الحاجات دي. يعني على سبيل المثال اقول لك، مع الفارق طبعا ان وسائل الاتصال والنت والفيسبوك وكل الكلام ده طبعا اختلف عن سنه 90. انت تخيل مثلا في المعسكر كان الساعه 11 بيلغي بيشيل التلفزيون من اوض اللعيبه، طبعا الاتصالات ما كانتش زي دلوقتي، وما اقدرش انا اقول ان دوت يمكن هو لو عايش دلوقتي المواضيع كانت تختلف، لانه الزمن يعني فرق 28 سنه الاختلاف. بس انا بقى عايز اوريك ان هو كان بياخد باله من كل شيء. فطبعا الاداء طبعا سنه 90 كان افضل، خاصه ان احنا في المره دي الشعب المصري كان عنده امل، صحيح. ان المجموعه لما شفنا الماتشات الى حد كبير من المجموعات اللي شفنا ماتشات كتيره، وشفنا النهارده نيجيريا مع الارجنتين، وشفنا المغرب مع البرتغال واسبانيا،
احنا في مجموعه الى حد كبير كان ممكن جدا نعدي طبعًا منها للدور الثاني. طبعا طبعا صحيح. يعني سواء اورجواي سواء روسيا منتخبات كويسه طبعا وكل حاجه، ولكن كان ممكن على الاقل نحقق تعادلات. المنتخب السعودي مع احترامي الكامل له، وانا قلت ان هم يصعقوا عن جدار المكسب، لكن احنا افضل في كل شيء. احنا عندنا حوالي 16 17 لعيب محترف، في منهم 7 8 محترفين في احسن انديه اوروبا، ده مش متوفر للمنتخب السعودي. عندنا خبرات اكبر منهم، عندنا حتى الامكانيات الفنيه بتاعت اللعيبه في مواقف يعني في مراكز كتيره في الملعب افضل منهم. المنتخب السعودي مع احترام الكامل له، احنا شفنا منتخبات للمملكه العربيه السعوديه في بطولات كاس عالم قبل كده اقوى من المنتخب ده بكتير. لكن طبعا اللي حصل امبارح بصراحه هم كانوا يعني الواحد كان في ذهول شويه، لانه كانوا متفوقين بشكل غريب جدا، خاصه كمان من النواحي البدنيه اللي مش عارف ليه لعيبه مصر امبارح كنت حاسس ان في كياس رمل في رجليهم، يعني عارف انت مش قادر يتحرك لعيبه يعني مصر اخر اربع دقايق وقفوا خالص يا كابتن اسامه، اخر خفه وبساطه يعني منطلقين في الملعب بسهوله جدا، واحنا حتى في الجزء الدفاعي اللي احنا مفروض نكون فيه اقوياء كان كله احنا بنقوله بلغه الكوره كانوا بيحلقوا، يعني مفيش ضغط بشكل جامد على حامل الكوره من اللعيبه السعوديه. حتى لما الجون جه اتنقل اربع خمس ست مرات في ال 18 بتاعنا بسهوله جدا يعني. ف يعني 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 اتصور اتصور هناك اتصور هناك يعني تبقى افضل الفترات الجايه، لكن انا بقول المقارنات بين اجيال ان شاء الله مش عايزين يعني مظبوط. شكرا جزيلا كابتن اسامه عرابي كابتن منتخب مصر في مونديال 1990. يمكن